أحسن الله إليكم يا شيخ صالح، تقول كثرة الوساوس في الصلاة هل تبطلها؟ لا تبطلها، ولكن يذهب الثواب. الوساوس التي بغير اختياره هذه لا تضره، ولكن عليه أن يدافعها وأن يعود إلى الصلاة إحضارها. أما التفكير في الصلاة في أمور الدنيا وعدم إحضار القلب فيها، فهذا يكون صاحبه ليس له أجر من صلاة، ويخرج منها بدون أجر. لا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حضر فيه قلبه. قد يكتب له نصف الصلاة، ربعها، عشرها، أقل من ذلك، حتى ربما لا يكتب له شيء. فهذا يجب التفطن له، إن الإنسان يقبل على الصلاة ولا ينشغل بأفكار الدنيا والبيع والشراء والذهاب والمجيء وقال فلان وقال علان، ينشغل قلبه بهذه الأمور، هذا يفرق الصلاة من الثواب، لأنه يدل على عدم الخشوع. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا لم يحصل فيه خشوع، وإنما قلبه مشغول بأمور الدنيا، فهذا لا يكتب له أجر. أما الذي عنده وسواس بغير استطاعته فهذا لا ينقص من أجله شيء إن شاء الله، ولكن عليه أن يدافع هذا الوسواس لأنه من الشيطان. نعم.